تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، المواطن أساس كل البرامج والمشاريع التنموية، وفي صلب كل الاهتمامات لم يعد في الجزائر الجديدة شعارا بل أضحى واقعا يلمسه المواطن ويجني ثماره يوميا من خلال مشاريع تستجيب لتطلعاته وقرارات تصب في مصلحته. صدق عزيمة السيد رئيس الجمهورية بجعل التكفل بانشغالات المواطن أولوية الأولويات صدقه الفعل في الميدان، فكانت الانطلاقة منذ توليه زمام الأمور في البلاد بالتجند من أجل الوفاء بالتزاماته للقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية من خلال التركيز على المناطق التي عانت التهميش في سنوات مضت، وصولا إلى سياسات وقرارات تحفظ كرامة المواطن وتحمي قدرته الشرائية ببرامج تنموية ومشاريع كبرى تحسن الإطار المعيشي للمواطن وتبعث تنمية حقيقية في كل مناطق الوطن. أحمد خير الدين. ما هيش خسارة في المواطن، ما هيش خسارة ما نصرف على المواطن، لأن مثل ما قلت هو الأساس متاع هذه الجمهورية هذه. في صلب الاهتمام وفي قلب المشاريع والبرامج التنموية، المواطن حجر الزاوية وأولوية الأولويات في الجزائر الجديدة. قرارات وتوجيهات من لدن السلطات العليا في البلاد جعلت من كرامة المواطن وعيشه الهني هدفا مأمولا وفي صدارة التوجيهات. اجتمع بولاة الجمهورية ووجههم لأكثر من مرة بضرورة الاستماع لانشغالات المواطنين وتحقيق التنمية. أطلق برنامج مناطق الظل الذي يتعلق بتوفير حاجيات المواطن من ماء وكهرباء وغيرها من المصالح التي تستجيب لمتطلبات المواطن. فضلا عن ذلك أطلق برامج خاصة للولايات الفقيرة أو التي بحاجة إلى تنمية خاصة من بينها خنشلة وتسجيل لتعزيز مستوى التنمية في هذه الولايات وترقية حياة المواطنين. أعتقد بأن هناك رؤية استراتيجية تتعلق ببناء تنمية حقيقية تحقق للمواطن الجزائري في مختلف مناطق الجمهورية الكرامة والعيش الكريم. ولأن القول دائما مقرون بالفعل في الجزائر الجديدة، توجت الجهود والمساعي في الميدان بمشاريع وإنجازات كانت حلما راود المواطن في الكثير من الولايات لسنوات طوال. فعلى غرار خنشلة وتسمسيلت والكثير من مناطق الظل وجهت البوصلة صوب المواطن وانشغالاته الحيوية بعيدا عن لغة التنظير والوعود. الجزائر تحقق أشواط إيجابية بمستوى التنمية، تطور من مستوى الاستجابة لحاجات المواطنين وتحقيق كل ما يتعلق بحاجاتهم من ماء. الجزائر توفر محطات تحلية المياه، والرئيس دشن مؤخرا عدد أكثر من محطة. هناك مجموعة من المحطات التي قيد الإنجاز، تحقيق الربط الكهربائي يتحقق ويتوسع، الربط بالغاز وغيرها مما يتعلق بالتنمية. أعتقد بأن الجزائر منذ استقلالها تعمل بشكل استراتيجي وحيوي لتحقيق التنمية، وفي هذا العهد الجديد أعطت أهمية استراتيجية وحققت إنجازات تستحق الذكر في هذه الفترة. وحتى تتجسد الإرادة السياسية الرامية لخدمة المواطن وتتجلى الوعود التنموية في الواقع، تقربت المسافة مع المواطن ولم تعد التعليمات حبرا على ورق، وأستل سيف العدالة في وجه كل من سولت له نفسه العبث بقوت الشعب أو التنغيس من معيشته، لأن المعيار الوحيد لحسن الأداء هو المواطن، ركيزة بناء الجزائر المهابة والقوية. في التعاون العسكري، شارك أمس فريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في الندوة 11 للأمن الدولي المنعقدة بموسكو بفيدرالية روسيا. السيد فريق أول الذي شارك في فعاليات هذه الندوة بدعوة من وزير الدفاع لفيدرالية روسيا تابع في البداية كلمة الافتتاح الرسمية التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما استمع باهتمام شديد لتدخلات كبار المسؤولين والخبراء العسكريين والأمنيين المشاركين الذين يمثلون دولا من مختلف القارات. وخلال تدخله حرص السيد فريق أول على تبليغ تحيات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني للمشاركين في الندوة وتمنياته بالنجاح لأشغالها، معربا عن امتنانه لفيدرالية روسيا على كرم الدعوة التي تتيح له فرصة عرض المقاربة الجزائرية في التعامل مع التحديات
والتهديدات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. السيد فريق أول أكد أيضا أن الجزائر تؤمن بأن التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الاستقرار والمتسببة في اللا أمن الدولي والجهوي يمر حتما عبر الالتزام بالشرعية الدولية بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولات صناعة عدم الاستقرار. وفي ختام مداخلته أكد السيد فريق أول أن الجزائر تطلع من خلال المشاركة في الندوة إلى بناء حوار مميز ومثمر وتجسيد التفاهم المشترك متعدد الأوجه قصد العمل على تحقيق السلم والأمن والتطور والرخاء لصالح كافة شعوب العالم. ويذكر أن الندوة 11 للأمن الدولي بموسكو قد تناولت بالتحليل والدراسة مختلف التحديات الأمنية التي يواجهها العالم، لا سيما في ظل تنامي التهديدات والمخاطر الناجمة عن حالات اللا استقرار التي تطبع بعض مناطق العالم، وكد الحلول والإجراءات الواجب إعمالها لمواجهتها بالتنسيق بين الفاعلين الدوليين. في اليوم الثاني من زيارة وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد التي يقوم بها إلى ولاية خنشلة بأمر من رئيس الجمهورية، تفقد الوزير مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة على طول 20 كيلومتر لتسهيل حركة المرور. وببلدية الشاشار عين مشروع إنجاز الطريق الولائي رقم 8 على طول 66 كيلومتر، كما تفقد مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ليكون مصدرا مهما لتزويد المحيط الفلاحي بماه السقي بتدفق معالج يفوق 6200 متر مكعب من المياه. كما سيوفر المشروع مناصب شغل دائمة ومؤقتة لساكنة المنطقة. المشاريع منبثقة عن البرنامج التكميلي الذي أقره السيد الرئيس لفائدة هذه الولاية. هذا وترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد أمس لقاء مع أعيان وممثلي مختلف فواعل المجتمع المدني لولاية خنشلة للاستماع لانشغالات وتطلعات المواطنين حول مسار التنمية وتجسيد البرنامج التكميلي المخصص لاستدراك النقائص التنموية بهذه الولاية، حيث أكد الوزير على أن المواطن يعد محور اهتمامات رئيس الجمهورية الذي يؤكد في كل مناسبة على ضرورة العمل على تحسين ظروف معيشته، وهو ما تبين من خلال البرنامج التكميلي الذي استفادت منه ولاية خنشلة. والحصول على السكن يتصدر اهتمامات المواطن، وفي هذا الإطار تشهد كل ولايات الوطن ديناميكية متسارعة لاستكمال المشاريع السكنية المبرمجة والانطلاق في إنجاز مشاريع أخرى. نتابع العينة من أم البواقي التي تعززت الحظيرة السكنية بها بأزيد من 4500 وحدة سكنية من مختلف السياق. التفاصيل مع عبد الرحمن شباح. تدعمت الحظيرة السكنية بولاية أم البواقي بتوزيع آلاف الوحدات ومن مختلف الصيغ على مستحقها في الوقت الذي ودع فيه الكثير من المواطنين سنوات من الانتظار. كنا سوفرين بزاف مع أني أرملة أم طفلين نذير ومنذر، الحمد لله ما حيد عطاونا السكنه، نحمد ربي ونشكره. ديت السكنه الحمد لله والعقوبه اللي ما زالوا. الحمد لله اليوم رزق ربي بالسكن الاجتماعي فئة اقل من 35 سنه، انني خاصب دركا الحمد لله دركا كي ناب ربي بالسكن الاجتماعي نخمموا باش نديروا العرس. مراعاة عامل الجوده والاتقان في انجاز مثل هذه السكنات مع اقامه العديد من المرافق الضروريه لقاطني الاحياء السكنيه الجديده من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن. العملية الواسعة التي عرفتها الولاية جاءت بعد المجهودات الجبارة والخرجات الميدانية والاجتماعات الدورية للجنة الولائية المكلفة بمتابعة هذه السكنات التي أمكننا حقيقة توزيعها في ظروف جد حسنة بمساهمة كل الإطارات الولاية والمصالح الأمنية، حيث وزعت كما قلت في ظروف حسنة وبأشغال نوعية. سيمكن من لم يحالف الحظ في الظفر بسكن هذه المرة في الحصول عليه مستقبلا، وهذا بعد انتهاء الأشغال بعشرات الورشات السكنية بتراب ولاية أم البواقي.
والاهتمام بالمواطن يتجلى كذلك من خلال التكفل بانشغالات الشباب وتطلعاتهم كتوفير فضاءات لممارسة الرياضة وصقل مواهبهم. وفي هذا الإطار استفاد شباب ولاية تيميمون الفتية من مسبح نصف أولمبي تعكف مديرية الشباب والرياضة على تسييره وفق برنامج خاص يمنح فرصة استغلاله لكل شباب وأطفال الولاية. المراسلة لمحمد الأمين بوتومي. في هذا المسبح النصف أولمبي ببلدية تيميمون وحسب البرنامج الترفيهي المسطر، أطفال بلدية تيناركوك هم المعنيون بالسباحة لنهار اليوم، وحفاظا على سلامتهم يراقب المؤطرون عن كثب كل الأطفال داخل المسبح. هناك رجال أول الحماية المدنية وهناك مؤطرين ومدربين يشرفوا عليهم طولة مرحلة الاستفادة. كاين الأدوات، كاين البلونش، كاين لوحة الإنقاذ، وكاين هذوك الحزامه ثاني في حالتهم في الحمايه التامه. ما كانش اغرقه، ما كانش مصابين، ما كانش كاع. احنا في تنكوك دايرين عمو في البسانات، واليوم حرفنا الحظ جينا هنا لابوسين محمي باش الله يديرنا برنامج باش نروحوا للبحر. احنا من زاويه جباغه عطاونا فرصه باش نجيو نعمو في لابوسين، وحنا يا نادي الرياضي. كما تسلمت مديريه الشباب والرياضه لولايه تيميمون منشات شبانيه منها مسبحي بلديتي أوغروت وشروين الجواريين. فيما يخص موسم الاصطياف لسنة 2023، سطرت مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع بلديات الولاية العشر باستغلال المسبح نصف أولمبي بتيميمون في الفترة الصباحية مجانيا لفائدة جميع أطفال البلديات وكذلك الجمعيات الشريكة. برنامج السنة هذه لمخيمات صيفية تحت رعاية وزارة الشباب، تنظيم وزارة الشباب والرياضة، استفادت ولاية تيميمون من حصة 800 طفل تم تقسيمها على جميع البلديات الولاية العشر. وضمن الأنشطة الترفيهية التي تضمنها مديرية الشباب والرياضة لأطفال وشباب ولاية تيميمون دورات في كرة القدم. وتقليلا للازدحام وتنظيما لمرور المشاة عند التقاطعات وضمانا لسلامتهم، تقوم مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر دوريا بصيانة الإشارات المرورية الأفقية وإعادة طلائها. المزيد مع عبد السلام حبس. اعتناء بالطريق العمومي وسلامة المواطن، تقوم مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر بصيانة العلامات المرورية الأفقية لتسيير حركة سير السيارات والتقليل من حوادث المرور. تتكفل بجميع الإشارات الأفقية على مستوى ولاية الجزائر وبالخصوص على 14 المقاطعة الإدارية بولاية الجزائر. الهدف من هذه المبادرة هي التحسيس وتوعية المواطن وبالأخص السواق. فرق ووحدات تقنية تعمل على مدار السنة تقوم بصبغ الأرصفة الداخلية والخارجية للطرق وإعادة تخطيطها. بالنسبة لوحدة إشارة الأفقية، عندنا فرقة تحتوي على 50 عامل، منهم كان طالع تاع الممر الجلاجيرين، منهم فرقة أخرى مختصة بالماكينات والتدقيق في العمل. وتبقى القيادة الرشيدة واحترام قانون المرور حلقة أساس في الحفاظ على أرواح قائدي المركبات والراجلين. وفي حادث مرور أليم توفي 4 أشخاص وجرح 38 آخرون فجر اليوم إثر اصطدام سيارة نفعية وشاحنة على مستوى الطريق السيار شمال جنوب بالغزاغزة بولاية المدية. هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى المدية، حيث سخرت لهذه العملية 3 شاحنات و9 سيارات إسعاف. إلى ولاية البيض السهبية والتي تعد من بين أهم الولايات المنتجة للحوم الحمراء، وبهدف التكفل بانشغالات الموالين واهتماماتهم خاصة توفير الأعلاف للماشية، تم تسطير العديد من البرامج بالولاية لحماية الموالين والقضاء على كل أشكال المضاربة. محمد بالخطة. يعمل المركب الجهوي للحوم الحمراء بمكتب ولاية البيض على فتح فضاءات الذبح والتخزين أمام الموالين بكافة الجهة الغربية بسعة تصل إلى 500 ألف رأس من الماشية سنوياً.
مركب الجهوي اللحوم الحمراء في هذه المنطقة الغربية أنا يعني يستوعب كميات كبيرة ويقدر يغطي يعني كل يعني الكميات اللي الموالين يحبوا يعني يسوقوها للشركة الجزائرية. وحدة إنتاج تغذية الأنعام بالبيض تعد الأولى وطنيا بطاقة إنتاج تصل إلى 2500 طن شهريا، وتتولى إمداد الموالين المنخرطين في الثلاثية بمادة العلف على مدار سنة وبحسب الحاجة. باش نعاودوا يعني نحيوه يليق له الدعم نتاع الدوله. هذا جفاف امر ربي سبحانه، ونتمنينا انا وربي يمطر علينا بالخير ان شاء الله. الناس طاعت، كاين اللي باع غلمه بابسط شيء، كاين اللي الناس خرق نزوح ريفي، الناس من الارياف دخلت للمدينه. يشكل الجزء السهمي في ولايه البيض ازيد من 79% من المساحه الكليه، مما سمح بتواجد اكثر من 1,500,000 راس من مختلف انواع الماشيه. كان فيه يعني تعاقد مع بين الفلاحين المربين والمؤسسة ألفيار ولوناب، هذه ما يسمى الثلاثية لاتينونغولار. لوناب يوفر يعني كمية الأعلاف بسعر يعني مقبول 2700 دينار القنطار، وكذلك يكون يعني المحصول إنتاج تاع الخرفان إلى آخره، يعني يروحوا للمذبح تاع ألفيار. ومن أجل الاستجابة للتوسع الفلاحي وخلق المحيطات الفلاحية خاصة أمام الشباب، تدعمت الشبكة الكهربائية الريفية بإنجازات جديدة. وولاية توغرت تشهد حركية اقتصادية وتنموية من خلال عدد من المشاريع الاستثمارية التي وفرت مناصب شغل لشبابي الولاية، على غرار مصنع إنتاج الأكياس المنسوجة وصناعة البلاستيكية المجهز بأحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال. محمد السنوسي عياد. المنطقة الصناعية للولاية الفتية توغرت منطقة نشاط على إيقاع الحركية الصناعية التي تشهدها الولاية، كحال هذا المصنع لإنتاج الأكياس المنسوجة والصناعات البلاستيكية. استثمار مهيكل جاء لتقديم إضافة هامة للمنطقة. والحمد لله متفاخرين باللي كاين في توغرت مصنع كما هذا، وأي واحد قال من العمال بغي يشارك في المصنع هذا ولا كذا الظروف نتاعو ما شاء الله. يتم تحويل عندنا المادة الأولية هنا في المصنع هي بولي بروبينين، يتم تحويل هذه المادة إلى خيط بلاستيكي ثم تحويلها إلى أكياس بلاستيكية. الدور تاعنا أننا نراقبوا جودة يعني الشكاير، الشكارة يعني عيطولها من الخيط إلى تخرج عندنا الشكارة فينال. 80 عاملا مباشرا بالمصنع هم خريجو الجامعات ومراكز التكوين، يساهمون في الرفع من الإنتاجية. مشروع يقول القائمون عليه أنه جاء بعد رفع كل العراقيل ويلامس التوجه الاقتصادي للدولة. يا خريج جامعي جاتني فرصة باش نشتغل في هذا المصنع، إن شاء الله نكون إضافة للمصنع هذه، المصنع هذا وإن شاء الله مزيد من النجاحات ومزيد من المصانع يعني في قطاعات تخصصات أخرى تبقى إضافة لولاية توغرت وللجنوب بصفة عامة. أنا خريجة جامعة تاع كنترول كاليتي مهندس، ولقيت هنا منصب شغل يعني شغل نابليكي فيه واش تعلمت الحمد لله. عندنا برنامج راح نزيدوا كيما نقولوا اكستنسيون زياده في 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 في, في المصنع حتى نوفر مناصب شغل اخرى ثانيه والقضاء على بعض البطاله على مستوى الولايه والمساهمه في في في, في تنميه واقتصاد الولايه الفتيه توغرت. ومع مشروع رئيس الجمهوريه في اطار الاستثمار الحمد لله بعد رفع بعض العراقيل التي تتمثل في امور اداريه. مشاريع ذات أبعاد اقتصادية تفتح الأبواب أمام خلق اقتصاد حقيقي يرتكز على أيد محلية ماهرة وتوجه نحو الأسواق الخارجية. الجزائر السيدة في قراراتها الداعمة لقضايا التحرر من الاستثمار الغاشم مهما كان نوعه، تواصل الدعم بالقول والفعل والمبادرات التعليمية. ولأن التعليم أساس تحرر العقول، تمنح الجزائر منحا دراسية للطلبة الفلسطينيين للدراسة بالجامعات الجزائرية، منحة تساهم في بناء جيل مثقف ويكون عماد الدولة الفلسطينية المستقلة. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد.
ما إن أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية المقدمة من الجزائر للدراسة في الجامعات وبكافة التخصصات، إلا وتوافد مئات الطلاب الفلسطينيين للتسجيل والفرحة تغمر قلوبهم. عرفت منحة الجزائر الشقيقة مقدمالنا منحة كتير رائعة وموفرة لكل إشي، ولما لقيت تخصص الطب البيطري إنه انبسطت كتير، وهذا التخصص بتمناه من زمان، ولما لقيته جد تشجعت وانه قلت هذا الاشي يعني خلاصي انه رح احقق فيه كل اشي انا بدي اياه. أولياء الأمور عبروا عن سعادتهم من التسجيل بمنحة الجزائر لأبنائهم التي ستمنحهم فرصة لتكملة مشوارهم الدراسي في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية وعجز الكثير منهم عن توفير احتياجاتهم الدراسية. احنا بنتقدم بالشكر الجزيل للحكومة الجزائرية، لسعادة فخامة الرئيس الجزائري، لوزارة التعليم في الجزائر، للشعب الجزائري، للجامعات الجزائرية على وجه الخصوص لدعمها ومساندتها، وللشعب الفلسطيني ولتقديم المنح الدراسية لأبناء الشعب الفلسطيني. ظروف الناس بتخليهم إنهم يسعوا للمنح، يلجأوا لبرا للتعليم بخارج البلد يعني، كمان يعني لأنه مش هيقدروا على المصاريف للجامعات اللي هان. أمل ساهمت في إنجاحه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، مقدمين الشكر للجزائر على مساعدتها أبناء الشعب الفلسطيني وبكل المجالات استكمالا لدعمها السياسي. هناك إقبال كبير من الطلبة الفلسطينيين للتسجيل في المنح الجزائرية، والوزارة تسعى دائما لتقديم التسهيلات اللازمة لطلبنا للتقدم لهذه المنح، ولا يسعنا في وزارة التربية والتعليم العالي إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لدولة الجزائر حكومة وشعبا على مساندتها لشعبنا الفلسطيني. فالمنح الجزائرية ستساهم حتما في بناء أجيال فلسطينية تتوزع على كافة المؤسسات، وتكون أيضا عمادا لدولة فلسطين المستقلة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في المغرب، ورغم بلوغ درجات الحرارة هذه الصائفة معدلات قياسية، أزمة العطش وندرة المياه واقع مر يصطدم به المواطن المغربي المثقل كاهله بالظروف المعيشية المتردية وحكومة مخزن سياستها الصمت والتجاهل وعقد صفقات مشبوهة مع الكياني الصهيوني. نصير بدر. دائما حنا وحق الله إلى البارح بت بالعطش، أقسم لك بالله. هذا هو حال رعية مخزن أعمى نظره التطبيع مع الكيان المحتل. شعب يعاني عطشا في عز قيط صيف وسط افتقار بل انعدام لكل ظروف العيش الكريم. بقينا ما نشربوا، بدينا نحفروا في البير بحال هامش، بدينا نحفروا في البير كنقولوا غير يا ربي غلقوا الماء للدراري باش يشربوا. اقسم لك بالله فاش كنوض الصباح ما كنلقى حتى نقطه ما نجبدها، اقسم لك بالله ربي اللي شاهد عليا. واحد السيد هنا الله يجازيه بخير، هو اللي عنده شويه الماء الحلو، كنعود نعيط ليه في التليفون كنطلبو كنقول ليه الله يرحم ليك الوالدين، هو داك الماء هو ما كيشربوش. انا كنقول ليه الله يرحم ليك الوالدين، من بغيت عمر الماء بغيت نجي نسقي واحد الشريبه لولادي وحق الله العظيم. هي صور لا تشاهدها في هذا القرن من الزمن، لكن يمكنك عيشها مع نظام منشغل بإغناء حاشيته على حساب افتقار شعبه. ما عندنا طريق، ما عندنا ماء، ما عندنا، وحنا دارونا في هنايا حتى شي حاجه ما كاينه. ما كنسقيش دابا النشاط الغر، والله ما صبنا الغطاء هذا العام الشريف، ما صبناش كاع الغطاء، وبالشربو انت كتشوف. الرساله ديالنا للمسؤولين اخويا هو يشوفوا من حالنا ويديروا شي حل. حينها ينفجر الشارع رافضا لهذا الوضع في مظاهرات عارمة مطالبة بتحسين ظروف المعيشة، ليقابله المخزن بسياسة القمع والاضطهاد وسوء التسيير في إطار التطبيع الذي يرفضه الشعب، داعيا إلى فضح جميع أشكال الهرولة الصهي تطبيعية، وهو ما حذرت منه أحزاب ومنظمات مغربية مع بلوغ التطبيع المخزن صهيوني مستويات خطيرة.
ختام النشرة، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، نلتقي بحول الله في نشرة الواحدة، إلى اللقاء.